السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من قناة الموريتانية وفي أبرز عناوينها: الرئيس التركي يبدأ زيارة صداقة وعمل للبلاد، ورئيس الجمهورية على رأس مستقبليه في مطار نواكشوط أم التونس الدولي. رئيس الجمهورية يعقد جلسة مباحثات من القصر الرئاسي مع ضيفه الرئيس التركي، تناولت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وبالتزامن مع زيارة الرئيس التركي لبلادنا نواكشوط، تحتضن أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال الموريتانية التركية. أهلا بكم. يا التفاصيل، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة حرمه اليوم زيارة صداقة وعمل لبلادنا تدوم عدة ساعات. وفي هذا الإطار عقد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز جلسة مباحثات بالقصر الرئاسي مع ضيفه الرئيس التركي، تم خلالها بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد وسعت جلسة المحادثات لتشمل أعضاء الوفدين المرافقين. وكان الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان وحرمه السيدة أمينة جولبران أردوغان قد وصل إلى نواكشوط ظهر اليوم في مستهل زيارة صداقة وعمل لبلادنا. واستقبل الرئيس التركي وحرمه لدى سلم الطائرة بمطار نواكشوط الدولي أم التونس من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز والسيدة أسماء بنت محمد ول عبد العزيز كريمة رئيس الجمهورية، رفقة الوزير الأول السيد يحيى الحدامين ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد والشيخ محمد أحمد وقائد أركان الدرك الوطنية وقائد أركان الحرس الوطنية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. Attention, 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 attention.
وبعد عناق حار بين الرئيسين والاستماع إلى النشيدين الوطنيين الموريتاني والتركية واستعراض تشكيلات من القوات المسلحة وقوات الأمن، صافح الرئيس التركي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد البيليل وعددا من أعضاء الحكومة وبعثة الشرف الموريتانية المرافقة والسلك الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية. صافح رئيس الجمهورية الوفد المرافق لضيفه التركي. وألف بعثة الشرف الموريتانية المرافقة للرئيس التركي من السادة الشيخ محمد بن الشيخ سيدي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يسلكو الأحمد يزيد به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن، نها بن حمدي المكناس وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، لمين أمت القطب والممة وزيرة الزراعة، أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد أحمد والمحمد لمين سفير موريتانيا في تركيا، محمد والطالب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، تيام جنبر مستشار برئاسة الجمهورية، وعبد الفتاح محمد لامانة مستشار برئاسة الجمهورية. ويتألف الوفد التركي من السادة وزير الشؤون الخارجية أحمد شاويش أوغلو، وزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد أبرات البيرق، وزير الثقافة والسياحة نعمان كورتل موش، وزير التجارة والجمارك بولانت توفانجي، وزير الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا. وفي قاعة الشرف بالجناح الرئاسي في مطار نواكشوط الدولي التونسي، أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بعد ظهور اليوم مباحثات على انفراد مع نظيره التركي السيد رجب طيب أردوغان. تناولت المباحثات المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعبين. وقد وسعت المباحثات فيما بعد لتشمل أعضاء الوفدين. وعلى الطريق الرابط بين مطار نواكشوط الدولي التونسي والقصر الرئاسي، خصص سكان نواكشوط ظهر اليوم استقبالات شعبية كبيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وضيفه التركي الكبير.
الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك تثمينا لهذه الزيارة وللجهود التي بذلها رئيس الجمهورية لتوطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وكان لطلبة المدارس والشباب والنساء حضور كبير في هذا الاستقبال. قد حيا رئيس الجمهورية وضيفه التركي الجماهير التي اصطفت على جنبات الطريق في هذا الاستقبال الحار الذي يؤكد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الموريتاني والتركي. وفي إطار الزيارة الرئاسية التركية لبلادنا، قامت السيدة أمينة جولبران أردوغان حرم الرئيس التركي رفقة السيدة أسماء بنت محمد بن عبد العزيز كريمة رئيس الجمهورية مساء اليوم بزيارة للموريتانية للنسيج، حيث اطلعتا على سير العمل في هذه المؤسسة وتفقدتا مختلف أجنحتها وأقسامها ونماذج من منتوجاتها، كما استمعتا إلى شروح من مديرة الشركة السيدة فيفي متفويجي حول أنشطة المؤسسة وطاقتها الإنتاجية من السجاد الموريتاني الفاخر. كما أدت حرم الرئيس التركي رفقة كريمة رئيس الجمهورية زيارة لمدارس المعارف التركية وتفقدتا مختلف أجنحة هذه المدرسة وأقسامها وتعرفتا على سير التدريس وطبيعة النظام التعليمي داخل هذه المنشأة التعليمية التي تشكل نموذجا للتعاون الثقافي بين البلدين. وبالتزامن مع زيارة الرئيس التركي لبلادنا، انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال منتدى الاقتصاد والأعمال الموريتاني التركية، وقد أشرفت على انطلاق إشغال المنتدى وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بحضور وزير التجارة والجمارك التركي والفاعلين الاقتصاديين في البلدين. على درب التعاون وبخطى نحو تطوير العلاقات الموريتانية التركية، انطلقت فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال الموريتاني التركي،
وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة ناهم الحمدي والمكناس قالت إن هذا اللقاء سيمكن من خلق فضاء اقتصادي حقيقي بين البلدين. فضلا عن الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه تركيا، فإن موريتانيا كذلك تمتاز بموقعها الجغرافي وروابطها الإقليمية المتميزة في شبه المنطقة وتحفيزاتها الاستثمارية واتفاقياتها التفضيلية في المنطقة، وهي أمور من بين أخرى تجعل السوق الموريتانية من أهم الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص الواعدة التي توفرها قطاعات المعادن والصيد والزراعة والثروة الحيوانية. ولن يفوتني هنا أن أدعوكم للاستثمار ونقل الخبرة التركية الرائدة في مجال السياحة، حيث تمتاز موريتانيا بمناخها الدافي على مدار السنة وشواطئها البكر ورمالها الساحرة، وهو ما جعل منها وجهة تفضيلية لكل المهتمين بمجال الصحراء. وزير التجارة والجمارك التركي السيد بولاند توفانكسي أبدى استعداد تركيا ودعمها للنهضة الكبيرة التي تشهدها موريتانيا. إن موريتانيا بلد واعد للاستثمارات بفضل الإصلاحات الجوهرية التي شهدها البلد، وتعتبر موريتانيا بلد بكر في مجال الاستثمار، إذ أن الشواطئ الموريتانية غنية بفرص واعدة في المجال فضلا عن النشاطات الأخرى السياحية والاقتصادية، ونحن مستعدون للتعاون ومد العون ودعم هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها موريتانيا. رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين سيد زين العابدين ولي الشيخ أحمد قال إن تطبيق مبادئ الحكم الرشيد التي تنتهجها بلادنا وجو الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي مكن من خلق فضاء رحب للاستثمار. إن لقاءنا اليوم في هذه السياقات المؤسسية الحاضنة والمشجعة على الاستثمار وفي أجواء الأمن والسلم التي تنعم بها بلادنا ليمثل مناسبة سعيدة ستمكننا بدون شك من تفعيل مجلس الأعمال الموريتاني التركي الذي سيتوج هذا اللقاء بتأسيسه، ويشكل أداة متقدمة لتوسيع وتطويل علاقاتنا الاقتصادية على أساس المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، ما ينوع ويعزز العلاقات القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين في بلدينا الشقيقين، ويسهم في تشجيع العلاقات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الفني والصناعي بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية. بدوره أعرب رئيس مجلس المصدرين الأتراك السيد محمد بيوكاكشي عن رغبة الأتراك في القيام بالاستثمار في موريتانيا وفي جميع المجالات. إن القطاع الخاص التركي أبدى رغبته في القيام بأعمال دائمة في موريتانيا من خلال مبدأ أرباح أرباح، ونرغب في أن نقوم بتحقيق الأعمال المشتركة والتعريف بالبضائع الموريتانية على الصعيد العالمي، وأن نساهم في دعم الاقتصاد الموريتاني. وأؤكد أن المستثمرين الأتراك بدأوا الاستثمار في مجالات الحديد والمعادن وغيرها من القطاعات المهمة في موريتانيا. بعد ذلك تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بإنشاء مجلس الأعمال الموريتاني التركي. وفي ختام اللقاء أقيمت مأدبة غذاء على شرف وفد رجال الأعمال الأتراك. وتسعى موريتانيا وتركيا إلى تعزيز روابط التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية والثقافية، وتلعب الزيارات الرسمية لقائدي البلدين دورا محوريا في تعزيز هذا التعاون. الانفتاح الكبير الذي عرفته الدبلوماسية الموريتانية على العالم الخارجي خلال السنوات الأخيرة من العقد المنصرم شكل أرضا خصبة أينعت على أديمها شجرة تليدة امتدت جذوعها إخاء ومحبة ومودة من مآذن الشنقيط أرض العلم والعلماء المطلة في أقصى القارة السمراء على الشاطئ الأطلسي إلى بلاد السلاطين، حيث تداعب الأناضول تناسق الطبيعة في جزيرة الأميرات. موريتانيا وتركيا بلدان فرقتهما الجغرافيا طوعا، فأبى التاريخ إلا أن تكون لهما صلات مضيئة ومحطات بارزة في الثقافة والتبادل العلمي والأكاديمي والتجاري، يحفظها التاريخ ضمن الأبعاد الحيوية التي أملت الاستمرارية لعلاقة يأمل قائدا البلدين بنية مشتركة على تطويرها وتعميقها لتعزز مستقبلا العلاقات الدبلوماسية الوطيدة
بين بلادنا وجمهورية تركيا. يترجم تبادل الزيارات الميدانية بين الدبلوماسيين الموريتانيين ونظرائهم في تركيا سعيا مشكورا إلى بلورة طموحات صاحبي الفخامة والارتقاء بهذا الطموح إلى مستوى تطلعات الشعبين وبلديهما. في شهر مايو عام 2005 صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون اتفاقية تعاون بين الحكومتين الموريتانية والتركية. أكدت هذه الاتفاقية على ضوابط تسهيل وتشجيع وتنويع التبادل التجاري والفني بين المنظمات والمؤسسات والشركات في البلدين طبقا للقوانين المعمول بها في الدولتين. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم ازدادت وتيرة العمل المشترك، وشهد التعاون الاقتصادي تطورا ملحوظا في مجالات تنموية عديدة شملت إضافة إلى الاستثمار برؤوس الأموال المشتركة في البلدين تنظيم معارض دولية مكنت من استعراض المنتوجات المحلية واكتشاف خصائص ومميزات مناخ الاستثمارات المناسب لرجالات الأعمال في البلدين. ولأن ما تزخر به بلادنا من موارد استراتيجية ومقدرات استثمارية هائلة قادرة على تلبية حاجة المستثمر التركي في بلده الثاني، فإن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لنواكشوط قد تكون قيمة اقتصادية مضافة يعول عليها الشعبان التركي والموريتاني كثيرا في انتعاش الاستثمار المشترك، مع ما يتطلبه ذلك من تسهيلات تبدأ بتعداد الرحلات الجوية وتنتهي بما يوازي ليبرالية السوق الموريتاني من ضمانات تشجع عملية الإيراد والتصدير من موريتانيا إلى تركيا ومن إسطنبول إلى نواكشوط. في موضوع منفصل، تم بمباني وزارة الاقتصاد والمالية صباح اليوم التوقيع على اتفاق إطاري بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية يتعلق بإنجاز ميناء للصيد الصناعي في نواكشوط. وقع الاتفاقية وزيرنا للاقتصاد والمالية وسفير جمهورية الصين الشعبية في بلادنا. تدخل هذه الاتفاقية التي تمت بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويبلغ الغلاف المالي المتعلق بإنجاز مشروع ميناء الصيد في نواكشوط 3,250,000,000 أوقية من العملة الجديدة. وزير الاقتصاد والمالية سيد المختار ولجاي أكد أن إنجاز هذا المشروع سيساهم في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذا الميناء سيكون له أثر كبير على تطوير قطاع الصيد وعلى خلق فرص العمل في هذا القطاع، وعلى أيضا رفع القيمة المضافة لقطاع الصيد الموريتاني. كما ذكرتم هذا الميناء سيكون معه أيضا مركب صناعي كبير لتحويل وتصنيع منتوج هذا القطاع. وتوقيعنا اليوم على اتفاقية الإطار هذه سيسمح بتمويل الجزء الأول اللي هو الميناء، أما جزء المركب الصناعي فسيكون بتمويل القطاع خاص صيني. وبالتالي نعتبر أن هذه مرحلة مهمة في تنفيذ هذا المشروع الكبير. دوره أوضح سعادة السفير الصيني في بلادنا سيد زهانغ جانغو أهمية هذه الاتفاقية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على تطوير الاقتصاد الموريتاني، مبرزا جودة العلاقات التي تربط الصين بموريتانيا والتي ستتعزز في قادم الأيام خدمة للشعبين الصديقين. إلى ولاية العصابة، حيث أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بمدينة كيف على افتتاح الندوة العلمية التي ينظمها القطاع بالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين. وتناولت الندوة موضوع المؤثرات العقلية وتأثيرها السلبية على الأفراد والمجتمع. المؤثرات العقلية من أهم المعوقات التنموية التي تهدد البلاد وتستهدف الشباب على وجه الخصوص. حملة وطنية للوقوف بوجه هذا العائق يقودها قطاع الشؤون الإسلامية وتترجمها على أرض الواقع ندوات فكرية وعلمية تعبأ فيها طاقة الأئمة والشيوخ لتوظيف المنابر تحذيرا من المخدرات ولفتا للانتباه
إلى خطورتها على واقع البلد ومستقبله. هنا في مدينة كيف كانت هذه الندوة العلمية التي يشارك فيها عشرات الأئمة والشيوخ المحاضر، وافتتحها رسميا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. تدخل هذه الندوة التي ننظمها اليوم في إطار تنشيط ودفع الحملة المستمرة منذ فترة على مستوى كافة ولايات الوطن، والهادفة إلى محاربة المخدرات وتنوير الرأي العام الوطني حول أخطارها وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك انطلاقا من التوجيهات الواعية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الرامية إلى بناء مجتمع متحضر ومتعلم وخال من كل الأخطار وخاصة المخدرات، حيث أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة المخيفة، داعيا العلماء والأئمة وقادة الرأي إلى تضافر الجهود سعيا إلى تحصين مجتمعنا من مخلفاتها الهدامة والمعيقة للتنمية. عروض هذه الندوة ونقاشاتها بإمضاء وإشراف من أعضاء رابطة العلماء الموريتانيين التي تتناول هذه القضية من منطلق الشرع ومن منطلق الحرص على مصلحة البلاد. إنكم أيها الحضور الكريم تدركون أنكم مسؤولون من على منابركم وفي زواياكم وفي كل الدوائر التي تؤثرون فيها عن تبيين أمور الناس وتوضيح للرأي الديني المتعلق بمصالحهم الدنيوية والأخروية. وبدوره ثمن العمدة المساعد لبلدية كيفة السيد المختار البوسيف انعقاد هذه الندوة، شاكرا لقطاع الشؤون الإسلامية اهتمامه بهذا الموضوع ومنوها بأهمية هذه النقاشات ومرحبا بالسادة الضيوف. وتتنوع العروض وتتعدد تنوع وتعدد حيثيات القضية مشروعة بنقاشات على مدار يومين هما زمن هذه الندوة. تم أمس في نواكشوط التوقيع بين بلادنا والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة على مذكرة تفاهم في مجال المحافظة على الطبيعة. تتضمن هذه الوثيقة محاور التعاون في مجال النهوض بالمحافظة على الطبيعة في موريتانيا من خلال الاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال. خلال اليوم الأخير من الزيارة التي أدتها إلى بلادنا السيدة أنجر إندرسون المديرة العامة للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ومصادرها، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين بلادنا وهذه الهيئة الدولية في مجال المحافظة على الطبيعة. المذكرة التي وقعها عن الجانب الموريتاني السيد أميدي كامارا وعن الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة مديرته العامة السيدة أنجر إندرسون ستعزز التعاون في مجال النهوض بالمحافظة على الطبيعة في موريتانيا عبر تنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف وسياقة مشاريع رائدة في إطار صندوق البيئة العالمي والصندوق الأخضر للمناخ ودعم الاستراتيجية الوطنية للسور الأخضر الكبير والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، إضافة للاستراتيجية المتعلقة بالمحافظة على المناطق الرطبة ومرصد الشاطئ وتعزيز المحميات الشاطئية والقارية. وضمن ذات الزيارة عقد وزير البيئة والتنمية المستدامة والمديرة العامة للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ومصادرها اجتماعا موسعا مع الشركاء الفنيين والماليين لبلادنا في مجال المحافظة على البيئة. خلال الاجتماع أكد وزير البيئة والتنمية المستدامة أن بلادنا تتوفر على ثروات طبيعية كثيرة مع تنوع بيولوجي بري وبحري ونظم بيئية مناسبة، موضحا في هذا النطاق أن النمو الاقتصادي لموريتانيا مرهون بهذه المصادر التي يتم استغلالها من طرف ثلاثة قطاعات هي الصناعات الاستخراجية والصيد والقطاع الريفي، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة الذي يتدخل في بلادنا منذ عام 1986 يعد شريكا مرجعيا في مجال المحافظة على المصادر الطبيعية وتسيير مواردها بشكل خاص. أما السيدة أنجر أندرسون فقد أشارت إلى أن هذه الزيارة مكنتها من التعرف عن كثب على الجهود الهامة التي تبذلها موريتانيا في مجال المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن منظمتها لن تدخر أي جهد في سبيل مواكبة هذا المسار. وخلال هذا الاجتماع تدخل عدد من الشركاء الفنيين والماليين في مجال البيئة، حيث أشادوا بجهود موريتانيا في المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
زيارة المديرة العامة للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ومصادرها أشفعت بمؤتمر صحفي تم خلاله تسليط الضوء على استراتيجية بلادنا في مجال المحافظة على البيئة وسياسة الحكومة الرامية إلى المحافظة على السلامة والنظم البيئية، قبل أن يتم الرد على مختلف التساؤلات المقدمة من طرف الصحفيين. وعلى هامش زيارة المديرة العامة للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة تم تخليد ذكرها 70 لإنشاء هذه المنظمة، وذلك عبر تنظيم معرض يقدمون نماذج من تدخلات بعض المنظمات غير الحكومية الموريتانية العاملة في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المحلية. ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد شيخ تراد والعبد المالك بجنيف كلمة بلادنا في الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، واستعرض المفوض في هذه الكلمة إنجازات بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وإرساء دعائم دولة القانون. في مال نص الخطاب: انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان أمثل فرصة طيبة أعرب لكم من خلالها باسم الحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن خالص الشكر لمجلسنا الموقر على الجهود المستمرة والفاعلة التي يقوم بها سبيلا لترقية وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. سيد الرئيس، تتبنى حكومة بلادي بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز سياسة تقوم على التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا ما عكسته بجلاء الزيارات المختلفة لعدد من المقررين الخاصين، من بينهم المقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للرق السيدة أرمولا بولا، بالإضافة إلى فريق من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب. كما انعكست هذه السياسة إيجابية على تنفيذ التزاماتنا التعاهدية، حيث مكن إنشاء لجنة فنية متعددة القطاعات عهد إليها بمهمة إعداد التقارير، من إيداع عدة تقارير سيتم تقديم بعضها خلال هذه السنة أمام كل من اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري واللجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل. وفي نفس السياق بادرنا مؤخرا بالتعامل مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى القيام بتقييم شامل لخطة عمل خارطة الطريق لمحاربة مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة التي نفذت الحكومة منذ سنة 2014 وما نتج عنها من إصلاحات في الميادين التشريعية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية. وعلى المستوى العربي صادقت بلادنا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وشاركت في العديد من الملتقيات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعملت على تعزيز العمل العربي المشترك والمساهمة الفعالة في الجهود مبذولة لحل القضاء العربية المطروحة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي نؤمن بضرورة إيجاد حل عادل لها يفضي إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. أما على المستوى الأفريقي فستستضيف العاصمة المكسوط الدورة 62 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الفترة ما بين 25 إبريل و 9 مايو 2018، وهو حدث هام يترجم الإرادة القوية لحكومة بلادي بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي. كما تستضيف بلادنا في شهر يوليو المقبل القمة 31 للاتحاد الإفريقي التي ستتميز بعقد اجتماع رفيع المستوى لتكريم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، رمز النضال والتحرر والحكمة والاعتدال في إفريقيا وفي العالم بمناسبة ذكرى 100 من ميلاده. أطلقت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرانات الإدارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل طاولة مستديرة حول مقاربة الدراسة المنهجية في مجال العلاقات المهنية، ويُنتظر أن تسهم الطاولة في تحسين المهارات وتعزيز المعارف في هذا المجال. خلال يومين سيتابع المشاركون في الطاولة المستديرة حول المنهجية المتبعة في مجال العلاقات المهنية قد
عدة عروض مصحوبة بنقاشات تتناول عديد المواضيع، من بينها عرض حول وسائل الرقابة الدولية الخاصة بالعمل القهري، الإطار التشريعي للعمل في موريتانيا مقارنة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومدى تقدم خريطة الطريق الخاصة بمخلفات الرق. ممارسة الديمقراطية والترقية وحماية الحقوق الإنسانية مكان الصدارة في السياسات العمومية، وتجلى ذلك خصوصا في اعتماد وتنفيذ خارطة طريق لمحاربة آثار الرق، والتي تم تنفيذ كامل مسارها بطريقة تشاركية ساهم كل الفاعلين الوطنيين والدوليين في نتائجها. وفي هذا الصدد تم اعتماد إطار قانوني لتجريم الرق ومحاربة الممارسات الاسترقاقية، وأنشئت محاكم جنائية لمحاربة هذه الممارسات، إضافة إلى المخطط الخماسي الوطني للقضاء على عمل الأطفال. ممثل المكتب الدولي للشغل السيد فريدريكو بارتا بيّن من جانبه أن الاتفاقيتين المتعلقتين بالعمل القهري 29 و105 تتسمان بالشمولية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الهدف البارز من الطاولة المستديرة الحالية هو تكثيف التحسيس والإعلام وتطوير المعارف والخبرات للفاعلين. ويشارك في أعمال الطاولة المستديرة ممثلون عن عدة قطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين لقطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة. انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال أول مؤتمرين استثماري منظم من طرف المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال، ويرمي هذا المؤتمر إلى تعريف المستثمرين العرب بمجالات الاستثمار في بلادنا وآفاق التعاون والشراكة من أجل تنفيذ مشاريع اقتصادية طموحة. بمشاركة عدد من سيدات الأعمال في موريتانيا، يلتئم أول مؤتمر استثماري بنواكشوط بحضور عدد من الوفود العرب والأجانب برئاسة الشيخة نوال حمد الصباح رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف. انعقاد المؤتمر جاء بمبادرة من مجلس سيدات الأعمال الموريتانيات للتعريف بالإمكانيات والفرص المتاحة للاستثمار في البلد والسعي لجلب الشركاء العرب وغيرهم للاستثمار في موريتانيا. أنا سعيد لأن هذه القاعة استضافت لكم اليوم كوكبة من الشخصيات الاستثمارية الهامة أيضا في موريتانيا، فهناك رجال أعمال وسيدات أعمال معروفين في هذا البلد، ونحن كحكومة فإننا ندعمكم وندعم توجهكم، وموريتانيا تفتح الباب أمام مصراعيه لدولة الكويت بشكل خاص ولكم كمستثمرين بشكل عام. السيدة الشيخة نوال حمود الصباح رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف شكرت أصحاب المبادرة على إقامة هذا المؤتمر، مذمنة ظروف الاستقبال والإقامة في موريتانيا. لقد سررت بالدعوة وبما وجدته فيكم من حماس وطموح وهمة وعزيمة وتعاون، وهذه هي مقومات النجاح والمساهمة في تنمية الأوطان. أما رئيسة مجلس سيدات الأعمال الموريتانية السيدة فاطمة الشيخ سلمو فقد أكدت من جانبها أن البلد شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات وإصلاحات سياسية كانت حافزا على تنظيم مثل هذه المؤتمرات. يأتي مؤتمرنا إسهاما من مجلس سيدات الأعمال الموريتانيات في تعريف المستثمرين العرب بمجالات الاستثمار في موريتانيا وآفاق التعاون والشراكة لتحقيق وتنفيذ مشاريع تستجيب لتطلعات المستثمرين وطموحاتهم الاقتصادية. وكانت السيدة نوال حمود الصباح قد عقدت الليلة البارحة مؤتمرا صحفيا بحضور أعضاء وفدها المرافق من المستثمرين، ردت فيه على أسئلة الصحفيين حول الأهداف المتوخاة من هذا المؤتمر، كما تحدثت فيه عن فرص الاستثمار التي يمكن أن تكون أساسا لشراكة ناجحة بين سيدات الأعمال الموريتانيات والوفود المشاركة في هذا المؤتمر. احتضن المركز الصحي بمقاطعة السبخة صباح اليوم فعاليات التوقيع على اتفاقية بين بلادنا وجمهورية اليابان تتعلق بهبة لصالح مشروع تحسين الصرف الصحي بالمركز والرفع من مستوى خدماته الصحية، وستمكن هذه الاتفاقية من تأهيل بعض المرافق الحيوية الأساسية في المركز. في إطار التعاون الثنائي بين بلادنا ودولة اليابان، يأتي توقيع هذه الاتفاقية المتمثلة في هبة لصالح مشروع تحسين الحالة الصحية والصرف الصحي في المركز الصحي في مقاطعة السبخة.
عبر منظمة نافوري غير الحكومية، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف العمل في هذا المركز وتوفير التغطية الصحية اللازمة. المدير الجهوي للعمل الصحي بولاية نواكشوط الغربية دكتور المصطفى والمختار والسالك شكر باسم وزير الصحة التعاون الياباني ومنظمة نافوري على هذا الدعم الذي سيساهم في دعم الخدمات الصحية في هذا المركز، موضحا أن نفاذ كافة السكان وخاصة الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية يدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. أما سعادة السفير الياباني في بلادنا السيد هيستاسو غو شاميز فقد بين أهداف هذه الاتفاقية. إنه لا من دواعي جبتا والسرور أن نكون بينكم اليوم للتوقيع على عقد هبة لصالح مشروع تحسين حالة الصحية في مركز الصحي في سبخة، ويتعلق الأمر بالتمويل من الحكومة اليابانية في إطار برنامج دعم مشاريع محلية المساهمة في الأمن الإنساني. وأنا في غاية السعادة ونحن نشرف اليوم على التوقيع على عقد متعلق بهذا المشروع الذي يندفع إلى قائمة المشاريع المموبلة من طرف اليابان. رئيس منظمة نافوري السيد با أحمد دام أشاد بمتانة التعاون الياباني وقال إن هذا المشروع ستكون له إسهامات متعددة في تحسين وضعية هذا المركز الصحي العريق، وذلك من خلال توسعة وتأهيل بعض مرافقه الحيوية. أما عمدة بلدية السبخة السيد عمر علي تام فقد رحب في كلمته بالحضور مثمنا جهود اليابان ومشيدا بهذه الاتفاقية الهامة، وينتظر من خلال تمويل هذا المشروع أن يساهم في تعزيز المجهود الصحي في هذا المركز وتجهيزه ببعض المعدات الضرورية لتأدية مهامه على أحسن وجه. في مجال الصحة دائما انطلقت زوال اليوم في نواكشوط أشغال ورشة الإعلان عن بدء مشروع دعم آليات مكافحة فقر الدم المنجلية. تنظم هذه الورشة بتعاون بين قطاع الصحة ومنظمة سانت سيد غير الحكومية لصالح 50 مشاركا من عمال قطاع الصحة والمنتخبين المحليين ومنظمات المجتمع المدني. ورشة الإعلان عن انطلاق مشروع دعم آليات مكافحة فقر الدم المنشلي المنظمة من طرف إدارة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة سانت سيد غير الحكومية لصالح مجموعة من عمال قطاع الصحة إضافة إلى منتخبين محليين وممثلي جمعيات من المجتمع المدني، تميزت بكلمة لمستشار وزير الصحة سيد أحمد جد بولزين أكد فيها الأهمية القصوى لهذه الورشة. إن هذا المشروع يرمي إلى دعم آليات مكافحة فقر الدم المنجلي في بلادنا تماشيا مع أهداف السياسة الوطنية الصحية. إن عملكم اليوم يعتبر في غاية الأهمية، ونقاشاتكم ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الخطة الوطنية لمحاربة فقر الدم المنجلي في بلادنا. في نهاية هذه الورشة ستقدمون وثيقة مكتوبة تسلط الضوء على جميع الأنشطة في السنوات الثلاث المقبلة، وفي الأيام المقبلة سيتم المصادقة على هذه الخطة على مستوى وزارة الصحة، على أن يتم خلال الفترة القادمة تنفيذ خطة العمل خلال هذه السنوات الثلاث. ممثلة منظمة سانت سيد سيدة أورالي عبرت عن سعادة منظمتها بالشراكة الفاعلة مع بلادنا حول هذا الموضوع الهام، مؤكدة استعدادها للمزيد من التعاون فيما يخدم السكان. رئيسة الجمعية الموريتانية لمساندة مرضى فقر الدم المنجلي سيدة مريم وان أوضحت أهمية هذه الورشة، خصوصا أن نسبة هذا المرض في بلادنا تمثل 7-8%، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع لمكافحته. وينتظر أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة التكفل بهذا المرض في بلادنا من خلال توفير الرعاية الجيدة وكذا ولوج المرضى إلى الأدوية. نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ مساء أمس بنواكشوط ندوة فكرية تحت عنوان المشروع الفكري والتجديدي للعلامة الشيخ عبد الله بن بيا وإعلان مراكز لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي. وقد أوضح رئيس المركز سيد محمد والسيد أحمد فال الملقب بوياتي أهمية الندوة كونها تشكل فرصة لاستعراض جوانب مهمة من فكر العلامة بن بيا وتسليط الضوء على الإشكالات المعاصرة. كما تميزت الندوة بمحاضرات ومداخلات عديدة قدمها العلماء والفقهاء والمثقفون والمفكرون والمشاركون في الندوة، تناولت جوانب النظرية المعاصرة لفقه التعامل مع الأقلية المسلمة،
على ضوء وثيقة مراكش وآراء العلامة بن بية والموقف الشرعي من هذا الموضوع. الاقتصاد مع محمد والبديدي. محمد مرحبا بك. أهلا بك زميلي أحمد ورشيف مختار، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام من الموجز الاقتصادي. نبدأ الموجز الاقتصادي بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. قرر البنك المركزي الصيني ضخ مبلغ 230 مليار إيوان في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة، ويلهز هذا المبلغ 36 مليار دولار أمريكي. وقال البنك في موقعه على الإنترنت أن هذه العمليات ستساعد في تعويض عوامل مثل دفع الضرائب وإدارة النقد من الخزانة المركزية والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي بمستوى معقول ومستقر. وتألفت العمليات من 110 مليارات إيوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 7 أيام، و80 مليار إيوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 28 يوما، و40 مليار إيوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 63 يوما. أعلنت باكستان وروسيا عن وجود فرص وصفتها الدولتان بالجيدة للتعاون التجاري والاقتصادي بينهما، خاصة في مجال الطاقة. وكان وزير الخارجية الباكستاني قال خلال محادثات سابقة مع نظيره الروسي أنه يرى فرصا جيدة للتعاون الثنائي في القطاعات التقنية والمصرفية، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين. وهو ما أكده وزير الخارجية الروسي حين قال إن لدى بلاده فرصا جيدة للتعاون مع باكستان في مجال الاستثمار، وخاصة في مجال الطاقة، نظرا لأن جزءا كبيرا من هذا القطاع في باكستان تم تأسيسه بمساعدة المتخصصين الروس. فيما يلي مشاهدينا الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا الموجز الاقتصادي انتهى، لكن لنشرة الثامنة بقية صحبة زميلي أحمد ورشيف المختار الذي تلتقونه بعد الفاصل. شكرا لك محمد والبديدي ومرحبا بكم من جديد. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل. ملفات الإخبارية تتابعونها كل أسبوع في نشرات الأخبار على قناة الموريتانية. جامعة العلوم الإسلامية بالعيون صرح علمي وضعت أولى لبناته عام 2011 ليرسم مدى أوسع للإشعاع العلمي في مناطق شرق البلاد. تراجع منسوب الأمطار هذا العام مس الحياة الريفية في الصميم، فبعد فترة وجيزة من انقضاء فصل الخريف بدأ الغطاء النباتي يعاني، حيث بدأ في الذبول وتبدلت صورة المراعي المخضرة إلى مساحات مقفرة لا حياة فيها. تقارير إخبارية تعالج العديد من القضايا التي تهم الحياة اليومية للمواطن. يربط المحور الأول من هذا الطريق بين النعمة وبانجو، وبين المقاطعتين يمر عبر عديد القرى والتجمعات السكنية، سهل لساكنتها الوصول إلى الكثير من الخدمات. معالجة المهنية لمواضيع مهمة تأتيكم ضمن الملفات الإخبارية كل أسبوع. النشرة الرياضية مع وردة متباه. مرحبا بك. مرحبا بك أحمد. إذا مشاهدينا جديد وأخبار الرياضة لكن بعد قليل.
أهلا بكم. أعلن المدرب بلا سالم أنه تقدم بشكل رسمي اليوم بملف الاتحاد الوطني كرة القدم، وذلك من أجل تدريب منتخب المحليين خلال الفترة المقبلة. ويعتبر سالم من المدربين الذين ظهروا على الساحة الرياضية خلال الأعوام الماضية، وكان يتولى تدريب فريق الهلال، وهو ثالث مدرب محلي يترشح لتدريب المنتخب المحلي بعد الثنائي بابسيك ومودو نيانغ. كشفت مصادر رياضية أن نادي أفس نواديبو سيفقد 3 من لاعبيه البارزين خلال المباراة القادمة التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور الثاني من البطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأوضحت المصادر أن مولاي أحمد خليل بسام يعاني من الألم في الفخذ، وكذلك زميلي المدافع عبد الله السي الذي تعرض للإصابة أمام أفريكا سبور، في حين تأكد رسميا غياب محمد إيدي دوب عن المباراة الرجاء بسبب إصابة تعرض لها خلال ميراني الفريق. وقع اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على الحكم الموريتاني علي المغيفري، وذلك لإدارة لقاء نهضة بركان المغربي مع نادي الأفريقية التونسي في إطار دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويعتبر علي المغيفري من أبرز حكام موريتانيا في الفترة الحالية، وشارك في تحكيم عدة بطولات قارية من بينها نهايات كأس الأمم الأفريقية وبطولة المحليين وتصفيات المونديال. وتقام مباراة بين الفريقين في 6 مارس المقبل على نجلة الملعب البلدي ببركان. نهاية نشاط الرياضة، شكرا لمتابعتكم. بعد قليل تلتقون أحمد الشريف المختار. شكرا لك ورد من تباه وبالرياضة. يختم هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. ورئيس الجمهورية على رأس مستقبليه في بطار واكشوط التونسي الدولي. رئيس الجمهورية يعقد جلسة مباحثات بالقصر الرئاسي مع ضيفه الرئيس التركي، تناولت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وبالتزامن مع زيارة الرئيس التركي لبلادنا، نواكشوط تحتضن أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال الموريتاني التركية. أشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله. الإصدار جديد اللوغية، أرقام أقل والقيمة واحدة. تقدوا تبدلوا الإصدار القديم بموريتاني كاملة، عند الشبابيك البنوك التجارية والمصالح الجهوية للخزينة العامة والشبابيك موري بوست حسب الأوراق والتواريخ التالية. ورقة 5